كده كده مش هسيبك تعدي من على الريكورد. طبعا مش عارفه الاغنيه دي لان انت لسه بيبي. طب بص، ايه الاسد توك ده؟ ايه اللي ماشي توك ده؟ ايه ورد الجناين ده؟ ايه اللي صاحي نايم ده؟ بس فين الاسد توك ده؟ مفيش لسه اسد. انت مش شايف اسد توك خالص على الريكورد؟ ايه لا لسه. لسه نهارده يعني، بس اكيد في طبعا. ورد ولا دايموندز لبنت؟ والله على حسب البنت، بس انا ورد طبعا. طبعا عشان رخيص. ها لا مش رخيص، عشان له قيمه. يا سلام، وايه قيمته بقى ان شاء الله؟ رخيص هو حاجه رخيصه، انما اللي له قيمه هو اللي يقول على حاجه لها قيمه. مش قصدي حاجه تاخدي حاجه خالص خالص، انا ما احرجتش خالص. وبعدين ده اختبار على فكره، لما اجيب ورد كده كده الدايموند هيتجاب، انما ما اجيب ورد نشوف بقى هي بتاعت ورد ولا بتاعت ايه. طب ايه يعني، قول لي الاوتفيتس. والله العظيم لا والله النهارده ما كنتش جاي الريد كاربت عادي، انا كده جاي كاجوال يعني. طب وايه اللي حصل؟ لا عادي، قلت بقى اخش اصحابي تعالى خش معانا، قلت اخش كده العب شويه. حلقة تروح يعني؟ لا يعني عادي يعني، مش لازم كل يوم الواحد يلبس بقى جامد وبدل ومش عارف ايه، عادي ممكن كاجوال، مش لازم كل مره كده. حسن استني بس اخد صوره مع عمر. لو لازم تختار حد اجباري تخطبه دلوقتي حالا من على الريد كاربت، حد اخباري هو فين يا بنتي؟ هو في حد؟ هو مفيش بنات ولا ايه؟ مفيش بنات. مهرجان خطيبتي. ده طلع خاطب يا جدعان. العب على مين فوق بابا، ما انتش قدنا، ده احنا عصابة في جنان جوه دماغنا الان، احنا خرجنا عن السيطرة. مليونير مليونير بارابا، بكره هبقى مليونير بارابا. خلاص يا بنتي، انت عايزه توصلي انك تسأليني سؤال ما اعرفش ارد؟ انسي. ما خلاص انت طلعت خاطب اصلا، يلا مع السلامه. باي باي. يوم السابع احلى يوم في حياتي.